السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم كيفية إيجاد أو تسقيط المحطات اللي خاصة بمنطقة دراسة معينة باستخدام موقع CFSR اللي هو Climate Forecasting System Realize. أنا اليوم عندي موقع معينة وعندي يعني في منطقة دراسة معينة، فأحتاج الوذر ستيشن الخاصة بها. عندي عدة مواقع، منها موقع CFSR وموقع ناسا باور والموقع مواقع كثيرة أخرى، وموقع الأرصاد الجوية اللي موجود بمثلا ما نقول ببلدك. فهسه نجي على موقع CFSR. طبعا موقع CFSR كموقع سوفت وير هو نقدر نقول ينطيني يعني كورليشن كلش عالي، لكن انه غير محدث. ندخل عليه نكتب بالجوجل سوات وذر داتا. هسه يعني نرجع هنا نكتب هنا سوات وذر داتا، بعدين راح نختار اول وحده CFSR جلوبال وذر داتا فور سوات. انتبهوا، السنوات من 1979 الى 2014 غير محدث، لكن ناسا باور ان شاء الله راح نسوي له محاضره خاصه به، لا هذا محدث حد اخر 2021 موجود. فهسه شنو اريد؟ اريد انزل البيانات الخاصه بمنطقة الدراسة. CFSR الاختصار معناها Climate Forecasting System Realize، تمام عيني. فينزل الـ Global Weather Data. طبعا هاي المحطات اللي ناشئها هنا خاصة بمنطقة الدراسة هي عبارة عن محطات افتراضية، يعني سوفت وير هو مسويها، تمام عيني. هسه شلون انزل اني يعني مثل ما نقول اللي خاصة بمنطقة الدراسة الـ Global Data؟ اول خطوة نسويها نروح للـ Database الخاصة بالموقع، وين الداتا بيس هسه ننزلها، اللي يعني هسه ننزل الداتا بيس الخاصة. نروح على هذا الخيار جلوبال داتا، تمام ننزل هسه. نختار هاي السوات ارك سوات، لان احنا نريد نشتغل لهم ببرنامج الارك سوات لايجاد السيرفيس رانوف. ارك سوات 2012 جلوبال وذر داتا بيس. عندك طبعا بالمناسبة الكلايمت داتا الخاصة باليو اس من 1950 الى 2009 يعني عن طريق تطبيق او يعني الابلكيشن نوا. عندك التشاين مترولوجيكال اسيموليشن، يعني موجود العديد. فهسه حتى يفيدنا كوطن عربي بصورة عامة ننزل هذا اللي هو سوات زائد هذا سوات زائد جلوبال وذر جنريتر داتا بيس. مجرد ما نضغط عليها هالضغطة هاي راح يبلش هو يحمل لي هاي هنا ايضا هاي الجلوبال، هنا الجلوبال وذر داتا ايضا انا احملها احتاجها، وايضا احمل السوات هذا CFSR وورد، هذا اللي يفيدني انا، هذا ما يفيدني. فهسه نقدر هنا نعطي كنسل. فهذا هنا هو اللي المفروض اني انزله CFSR وورد لكل العالم، اللي هي من هذا الخيار. بعد ما ينزل لكم هاي الصيغه تحفظها انت بالملف الخاص بيك. هسه راح نجي نفتح الارك ماب الخاص بينا. بعد ما يحمل طبعا سيف انت في مكان خاص. هسه نرجع على التسييف حتى تشوفونه، انا في اي مكان اريد انه اسيفه اقدر انه اسيفه خاص. هنا انا مثلا وذر ستيشن لاي اوت سميته CFSR. مجرد ما تدخل عليه هذا هو راح بعد ما ينضغط ويتحمل، بعد ذلك انت تفك الضغط الخاص بي، تمام عيني. هنا من تفك الضغط الخاص بي راح يطلع لك بشكل ملف يعني اكسس. احنا ايش نحتاجه؟ نحتاجه حتى ندخل بي ندخل بي للبرنامج الارك سوات لازم يكون على شكل تكست. فانت تفتح ملف الاكسس عادي تحوله تريد، او نروح او اول خطوه بي بعد ما نفتحه نروح ناخذ الوذر ستيشن فقط، المحطات اللاتيتيود واللانجتيود مالتها يعني الكوردينيت الاحداثيات الخاصه بها. بعد ما ناخذ الاحداثيات الخاصه بها طبعا راح نجي احنا من نكمل. هسه مجرد اليوم هو اسقاط الاحداثيات،
هذا هو الشيت اللي خاص بي. هاي الاحداثيات الخاصه باللاتيتيود واللانجيتيود الخاصه بالموضوع. لكن لو انا ردت بصوره عامه سي اف اس ار فهو هذا. انا سويت اخذت من عنده سويت اكسس ثاني فقط خاص باللاتيتيود واللانجيتيود. خلينا نلغيها حتى تشوفونها على اصولها. افتح السي اف اس ار الاصلي اللي هو هذا سي اف اس ار، هذا الاكسس الاصلي، هذا مكتوب بي سي اف اس ار وورد اللي ينزل لك اصلا من تحميل. فدا تشوف انه دا ينطيك هنا الستيشن، ينطيك اللاست الخاص بها الاي دي. احنا شنو نريد؟ الكوردينيت مالتها الويتيتيود واللانجيتيود. ناخذ ذني الحقلين ننسخن، نفتح ملف اكسل ورا ما ننسخ ذني، نفتح ملف اكسس تخزنهن الي او تفتح ملف اكسل تخزنهن، ماكو كل مشكله. هسه انا هنا خازنتهن اكسل وخازنتهن اكسس. احنا شو نريد هنا بيا صيغه حتى نسخن للارك سوات؟ نريد هنا بصيغه اسمها تكست. فمن تسيف تحولهن بملف اكسل، من تسيفهم بالاكسل هاي هنا نلاحظ حولتهن. انا خليت ذن الحقلين فقط خليتهن داخل خلايا الاكسل. بعدين شنو اروح؟ اروح للفايل اختار طريقة الحفظ، فايل دا اقول له سيف از اي مكان اني اختاره. خلني اختار هسه مثلا الديسكتوب، راح اخزن لكم بي. طريقة الخزن لازم تكست، فنختار هذا الخيار اللي هو تكست تاب دوميليت. بعد ما اختاريناه وخليناه هنا بالديسكتوب تخزين راح يصير، ننطي سيف تسيف. هسه نرجع نفتح الارك سوات، نستدعي الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة، اكيد انت عندك شيب فايل خاص بمنطقة دراستك. بعد ما تستدعي الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة، واحنا سوينا عنا محاضرة السابقة باليوتيوب انه كيفية انشاء شيب فايل لمنطقة دراسة اذا كان ما متوفر لها شيب فايل. فهسه نجي نستدعي البيانات اللي هي مال المحطات لكل العالم اللي وين خزناها؟ خزناها بالديسكتوب. فهسه نروح بعد ما خزناها بالديسكتوب، هاي تلاحظ هنا هاي البيانات موجودة بالديسكتوب بهذا الاسم، استدعيها. اروح عليها من هذا الخيار، شنو اقول لها؟ اقول لها ديسبلاي، بين لي الاكس الواي حتى تظهر لك هنا على الشاشة. فهسه انت تغطيها وين الاكس وين الواي الخاص بيها، تقولها اوكي، راح هنا يبين لك ياها. مجرد ما انه تتحمل راح تبين هاي اللي اظهر. زين، انا هسه شي يهمني؟ يهمني الستيشنات اللي واقعة ضمن منطقة الدراسة، ضمن نطاق التأثير. زين شلون اشذب المحطات؟ يعني اللي الخارجيات ما احتاجهن، يعني ما من المعقول. طبعا بالمناسبه اقدر اروح بعد ما اختاريته اقول له ليبل فيتشرز، فاقدر اني ابين لكل نقطه ايش قد قيمه الاكس الواي الها. لكن من الصعب انه اني امسح هاي البيانات كلها، لان هاي بيانات تخص العالم كله. فشنو اسوي؟ اكو طريقه اسهل بهواي. الطريقه شو تقول؟ انه اني اقدر احول هذا البيانات الى فيتشرز. منين اروح؟ اروح من هذا الخيار، تمام عيني، هذا الخيار الكونزرفيشن تولز. اريد احول اني اذا حولت ذن التكست الى فيتشرز اسوي لها انترسكت. فهسه اقول لك كونزرفيشن تول المن هسه الى شيب فايل، الفيتشر كلاسز حول ليها الى شيب فايل، تمام عيني، من هذا الخيار. بعد ما حددنا راح يقول لي اختار الخاص بيك. هسه اني اختاره، وين هو موجود؟ موجود بالديسكتوب. هذا هو
اللي هو بالديسكتوب نفسه موجود هذا بالديسكتوب، اختار فقط هذا تمام. عيني الاوتبوت لا على التعيين، وين اختار من هنا بالديسكتوب اسمي واسمي لفت فايل لا على التعيين، احنا مجرد نريد بس حتى نعلم. هاي خلاص راح يتسيف على الديسكتوب. بعد ما انه حددنا الفيتشرز وراح احوله الى شيب فايل، انا اريد هاي الملفات احولها الى شيب فايل اول شيء حتى اقدر اسوي لها قطع او انترسكت. فما حد بعد ما حددنا راح نقول له اوكي، فهسه راح ننتظر. راح يحولها إنه إلى شيء فاير. هسه مثل ما نلاحظ إنه تحولت إلى شيء فاير. تمام، هاي جوا إنه دي يضغط يقول لي إنه حولتها إليك. هاي ما تظهر بسبب يمكن تصوير السكرين للشاشة، بس هو بالأسفل يكتب لك هنا إنه تم التحويل إلى شيء فاير. هسه شو نسوي؟ نروح الى نفعل أداة اسمها انترسكت اللي هو استقطاع. مجرد انت ما تكتبها هنا حتى يسهل عليك عملية البحث راح تطلع لك، فتختار اول خيار اللي هو الانترسكت اناليسيس تول. هذا الانترسكت. الانترسكت شنو مشكلته؟ من يريد يشتغل يشتغل على شيء فايل، ما يشتغل يعني انه اختلافات. فهاي الام تكست حولت اني الى شيء فايل، فاروح هسه يقول لي دخلي الانترسكت اللي عندك. اروح انا ادخل اول شيء بوليجون اللي خاص بيه، بعدين راح اضيف بعد اضيف هنا الاف جي هذا انا سويته مرتين عدته، واي وحدة اخذها من عتن هاي اخذها كشيب فايل صارت. الاوتبوت يقول وين تريد تخزنه انت، خلاص راح يخزن لي على الديسكتوب. هاي كمثال اني، انت اكيد لازم تخصص منطقة خزن خاصة بعملك. فبعد ما حددت هذا الشيء راح تقول له اوكي، راح يقول لك جوا انترسكت، ايضا ينطيك العلامة هاي بالمناسبة. ليش تلاحظون هنا سوالك انترسكت قطع لك. هسه لا نرجع نشغل البيانات الأصلية. لاحظ البيانات الأصلية، لاحظ شقد عددهن، شذبهن إلك بكل سهولة. هاي أسهل طريقة للتجذيب بدون ما أنا وأروح أرجع للأكسس الخاص بالمكان وأفتح وأسأل، لأنه الطريقة كلش راح تكون طويلة. يعني تخيل البيانات، بس خلنو أشوفكم ياها هنا بيانات كثيفة جدا. هاي البيانات لاحظ البيانات، انت لاحظ كلش صار يعني واحد يرجع الى نقطة نقطة ويشذبها. يعني لما يكون العدد كلش قليل، لما يكون العدد كلش هواي، فهاي الطريقة هي اسهل طريقة للتجديد. بعد ما عملنا هاي الطريقة هسه نروح اللي هو انترسكت، سماه اللي انترسكت بوليجون. هسه اروح على هذا انترسكت بوليجون، ادخل على اليمن، ادخل على الاوبن اتريبيوت تيبل، التيبل مالته. هذا التيبل هو مسميه، بدا يقول لي انه عندك انت بهاي الستيشن، هاي العفو كيس ستدي منطقه الدراسه الخاصه بيك. نلاحظ كم بوينت؟ 86 نقطه. انت لما تروح يهمك اخر اثنين اللي هي اللاتيتيود واللانجيتيود مالته، هي هاي اللي يهمك انت اكثر شيء. فشو تسوي انت هسه منا؟ تقول له منا من هاي الخيار تقدر تسوي له هذا الخيار. فتقول له اكسبورت، يعني شلون انه استخرج وياها هذا الاكسبورت. يقول لك هنا هاي جميع التسجيلات اللي دخل، اي نعم جميعها. وين اسيف لك ياها؟ ها
حنقول مثلا انت سيف لياها بالديسكتوب. نرجع ونقول هذا مجرد مثال توضيحي، انا دا اسيف لكم الكل على الديسكتوب. فهسه هنا اختارينا الديسكتوب، بعد ما اختارينا الديسكتوب دا يقول لك انه اسمي لك اياه بهاي الصيغه. لو تريد اختار صيغه التكست فايل، التكست فايل هذا التكست فايل هو احنا الصيغه اللي نريدها اصلا، لان هي هاي بعدين من نشتغل على الاركسوات وندخل الوذر ستيشن يريد من عند المحطات كشنو كتكست فايل. فهسه هاي اختاريناها كتكست فايل، تسمى ليها بهذا الاسم، تريد تغير الاسم. بعد ذلك نقدر مباشرة يقول لي انه انا سيفت لك اياها، اقدر استدعيها مرة ثانية من هذا الخيار بعد ما سيفتها اد داتا. فهسه نروح المن، نروح للديسكتوب، نلاحظ هنا نقدر نروح للديسكتوب، هذا هو الملف. هسه خلي اضغط هاي الملفات، هذا الملف خاص بالدراسة. لو نلغي هذا الملف هسه احنا هنا، وهذا الملف مجرد ما احنا نقول له display xy data، فهسه احنا هنا بعد ما انه قلنا له انه display xy data تلقائيا هاي النقاط الخاصة بمنطقة الدراسة خاصة بي، وكذلك سهلت عليك مهمة أو سهلت عليك أصلا مهمة إيجاد الأكس والواي والمحطات الخاصة بمنطقة الدراسة. هاي لحد الآن من موقع CFSR. أتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم مفيدة إن شاء الله. نلتقيكم بمحاضرات أخرى. دمتم في أمان الله وحفظه.